حول تفاصيل ما يجري من الوضع في بيروت ينضم إلينا مباشرة مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. تحية لك مصطفى. الكهرباء تنقطع في كل أنحاء لبنان بما فيها حتى المطار وأيضا المرافق الأساسية. ترى ما الأسباب التي أدت إلى هذا الانقطاع التام للكهرباء في لبنان؟ نعم، يعني بحسب ما أعلنته مؤسسة شركة كهرباء بيروت والتي أعلنت عن نفاذ كمية الوقود التي من شأنها أن تولد كميات الوقود الكهرباء المطلوبة لكافة المنشآت الحيوية وأيضا المساكن هنا في كل أرجاء الأراضي اللبنانية، نتحدث بأن هذه الشركة أعلنت عن نفاذ كميات الوقود، لذلك توقفت عن إنتاج الكهرباء إلى كل المنشآت وإلى كل المساكن والبيوت في الأراضي اللبنانية. نتحدث أيضا عن أننا الآن بصدد الوقوف في مطار بيروت الدولي والذي أصبح الآن يعمل بالمولدات الخاصة. إذا ما تحدثنا عن هذا الأمر واجب علينا أن نوضح في البداية أن يعني المنشآت الحيوية والهمة وأيضا المساكن في كل الأراضي اللبنانية كانت تعتمد في الأصل على المولدات الخاصة، وهي التي ربما يتم الاعتماد عليها بنسبة تصل إلى 70%، وليس إنتاج التيار الكهربائي الحكومي الذي تنتجه شركة كهرباء لبنان. إذا ما تحدثنا عن هذا الأمر تحديدا فنحن نتحدث عن توضيح للكهرباء في لبنان. لبنان بها محطتان حراريتان لإنتاج الكهرباء، بالإضافة أيضا إلى محطات لإنتاج الكهرومائية وهي التي تعتمد على المياه في إنتاج الكهرباء. إذا ما تحدثنا عن المحطات التي تعمل حتى الآن في لبنان هم محطتان فقط، هما اللتان تعملان في الأراضي اللبنانية، وحاليا توقفت الخدمة عن إنتاج الكهرباء بكل المرافق وكل المساكن هنا في الأراضي اللبنانية. لذلك فالأصل كان في الاعتماد على المولدات الخاصة، وبدأت كثير من المنشآت الحيوية والهامة مثل مطار بيروت يعتمد على إنتاجية الكهرباء من المولدات الخاصة. لذلك كان هناك تصريح من مدير عام مطار بيروت الدولي والذي كان قد أكد على أن المطار يعتمد في الأصل أيضا على توليد الكهرباء من المولدات الخاصة، وهو يعمل بكفاءة، والصورة من خلفه هي التي تظهر يعني تشغيل وتسيير الحركة في المطار تبدو طبيعية. لذلك فالأمر لا يدعو للخوف والذعر، ولكن هناك أيضا بعض التصريحات من المسؤولين اللبنانيين يتحدثون عن أن هذه الأزمة ربما إذا طالت ستحدث بعض التبعيات، لا يجب الوقوف عند هذا الأمر ويجب التعامل والتناول مع هذه المعطيات وحل هذه المشكلة. كان هناك أيضا تصريح من وزير الطاقة والمياه دكتور وليد فياض والذي تحدث بضرورة ربط إنتاجية المؤسسة الوطنية للنهر الليطاني مع شركة كهرباء لبنان، وذلك من أجل الاعتماد ولو بنسبة بسيطة تصل إلى 10% من هذه الشركة أو هذه المؤسسة التي تنتج الكهرباء عبر المياه بنسبة تصل إلى 10%، وربط هذه الإنتاجية بشركة كهرباء لبنان حتى تساعد ولو في الوقت الحالي على الاعتماد من أجل توفير مصادر طاقة أو توفير تسيير كافة هذه المنشآت الحيوية والهامة وأيضا تشغيل بعض المرافق. نتحدث أخيرا عن بالنسبة لهذا الأمر على الشارع اللبناني، فكثير من المواطنين في الأصل هم كانوا يعتمدوا على المولدات الخاصة وكانوا يعتمدوا على التيار الحكومي بنسبة تصل لأقل ربما من 30%، وهم الآن أصبحوا في اعتماد كامل على مصادر توليد الكهرباء من المولدات الخاصة. لذلك فالأوضاع حتى الآن مستقرة والأمور تمشي بطبيعتها تماما في المنشآت الحيوية والهامة وأيضا في المساكن ولدى الشعب اللبناني في كل المدن اللبنانية، ولكن الجميع يطالب بألا تطول المدة الزمنية لحل هذه الأزمة. طيب، يعني مع الاستعانة في المطار مصطفى، أنت متواجد بداخل مطار بيروت، مع الاستعانة بالمولدات عوضا عن التيار الكهربائي، ما التأثير الذي تعرضت له الرحلات سواء كان الرحلات القادمة إلى بيروت أو الرحلات المتجهة من مطار بيروت الدولي إلى بلاد أخرى؟ حتى الآن لم يتأثر مطار بيروت الدولي جراء هذه الأزمة التي هو في الأصل كان يتعامل معها. يعني في الأصل هذه الأزمة اعتادها اللبنانيون في كثير من الأزمات وفي كثير من المواقف وحتى في الحياة العامة، المنشآت الحيوية والمرافق العامة هنا في الدولة اللبنانية اعتادت على توفير مصادر تدبير الكهرباء عبر المولدات الخاصة. لذلك فالاعتماد الآن أصبح كلية داخل مطار بيروت الدولي على المولدات الخاصة، وهي التي تعمل على
تسيير كافة الرحلات وتقديم كافة الخدمات للمواطن أو للمسافر الذي يسافر أو يصل إلى الأراضي اللبنانية. وحتى الآن الأمور تسير بطبيعتها تماما داخل مطار بيروت الدولي، وإن كنا قد استعرضنا في كثير من الخدمات الإخبارية السابقة عن حالات التأجيل والتمديد التي أعلنت من قبل شركات النقل الجوي من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت. يعني ربما الصورة من خلفي تظهر يعني حجم يعني الفراغ الموجود في مطار بيروت الدولي، وهذا هو الإجراء المتبع ليلا في كل يوم عندما يتم تأجيل الرحلات المسائية إلى رحلات نهارية كإجراء احترازي من قبل سلطات المطار. نعاود الحديث عن الأزمة الحالية بالنسبة للكهرباء، المرافق العامة والمنشآت الحيوية من مطار بيروت الدولي ومرفع بيروت والمستشفيات وكل ما شابه ذلك يعمل حتى الآن من قبل تدبير المولدات الخاصة التي هي في الأصل كانت يتم الاعتماد عليها في كثير من المواقف والأزمات. نعم، بالتحديد من داخل مطار بيروت الدولي في العاصمة اللبنانية، كنت معنا في هذه التفاصيل مباشرة مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا.